بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مكه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل ريفيو عن المسخسخه. احنا في الملكه عشان نعرف المسخسخه دي طعمها عامل ايه وانواعها ايه واشكالها ايه وبكام، وهل هي حلوه ولا مش حلوه. احنا دلوقتي قدام المحل، هنقول بسم الله، نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ويفضل الصلاه والسلام، ونيجي نطلب المسخسخه ونشوفها طعمها عامل ازاي. دلوقتي احنا حبايبي جبنا المسخسخه اهو، زي ما انتم شايفين جبنا اللي هي العاديه، تمام، مش عارفه تفتح كده، وجبنا اللي هي بالرز بلبن اهي، هندوق مع بعض دلوقتي ونشوفها. وفي حاجه كده اختراع عندهم لقيته اسمه توينكي توت، فحبيت ان انا ايه ادوقه نجربه برضو عشان ايه اللي حابب يجرب. هقول لكم كل واحد عباره عن ايه، مكوناته ايه، تمام. بس الاول ايه، نبتدي ايه ندوق اللي هي المسخسخه اللي عامله ضجه على السوشيال ميديا. يلا بقى نسمي بسم الله، نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وندوق المسخسخه معانا. يلا نسمي بسم الله بقى كده وندوقها. بصوا شايفين هي بقى ايه، عباره عن يعني طبقه من الكيكه مسقيه لبن، بصوا، وعليها طبقه من الكريمه كريم شانتيه، واخر طبق اللي هي الكراميل، وطبقه الكيكه دي مسقيه لبن، بس طعمها بقى خطير، وتحسوا ايه يعني هي مسقيه لبن بس مش بايشه. بس عايزه اقول لكم حاجه، ان هي سهله ان هي تتعمل، هي مش صعبه خالص، بس انا حبيت يعني اجرب الترند اللي هو نازل الجديد بتاع المسخسخه وايه، ونشوفها في المحل. النوع التاني بقى منها هم عاملينه على رز بلبن. بصوا بسم الله، شوف برضو مكوناتها ايه. بصوا، طبقة رز بلبن وطبقة كيكة وطبقة كريمة وطبقة كراميل. بسم الله، اللي بالرز بلبن خطيرة يا جماعة، رائعة رائعة. خطيرة بجد بجد خطيرة. تعالوا بقى نشوف الاختراع الثالث اللي انا ايه لقيته كده وعجبني، وهو التوينتي اللي بالكريمه وبالتوت. انا اي حاجه فيها توت بعشقها بصراحه. بسم الله، بصوا التوت مع الكريمه مع طبقه الكيكه من جوه كده، بجد بجد حوار، حاجه رائعه. بصوا يا جماعه، انا اصريت اجيب نفسي وادوق المسخسخه اللي هي عامله ضجه على السوشيال ميديا، اشوف فعلا تستاهل ولا ما تستاهلش من عند الملكي. فعلا تستاهل، عايزين نعرف سعرها ايه. ادي اللي هي الاولانيه المسخسخه من غير اي حاجه، هي دي المسخسخه اللي هي العاديه ب 35، واللي هي برز بلبن برده ب 35، واللي هي التوينكي بالتوت ب 30. سعرها حلو، حجمها مناسب زي ما انتم شايفين. بصوا اهي، سهله انها تتعمل في البيت، ما فيهاش اي مشكله. بس حبيت ان انا ايه اجي ادوقها من المحل زي ما الناس كلها دقتها، واشوف طعمها عامل ايه واقول لكم رايي فيها. وكمان عندهم حاجات كتيره جدا في الثلاجه، اشكال والوان اهو، بجد لو جيتوا يعني عينيكم هتزوغ على حاجات كتيره جدا 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 اهو. الملكي طبعا متميز بحاجته الجميله، و ويعني ما فيش عليه اي جدال خالص. ده كان ريفيو سريع من الملكة حبايبي عن المسخسخه ورايي فيها وسعرها ايه ومكوناتها ايه. يا رب يكون الفيديو كان خفيف وسهل عليكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناه ام باسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله في فيديو سهل وسريع مطبخ ام باسل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.